حضراتكم قبل كده ان النادي الاهلي حريص دائما على مصلحه الامن العليا او مصلحه بلده العليا اولا، وبعد كده نتكلم في بقيه الامور. لكن خلينا ناخد نائب رئيس النادي الاهلي الوزير العمري فاروق. ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. الله يخليك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ونورت قناه النادي الاهلي فندم، ده شرف ليك ودايما كده موفق يا رب العالمين. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ليا، ربنا يخليك. يعني الناس الحقيقه خلال من امبارح للنهارده 8 قرارات اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي من امبارح للنهارده، القرارات دي الحقيقه اثلجت الكثير من صدور الناس في او الاهلاويه في مصر كلها، ولكن هناك البعض الحقيقه بيحاول ان يزايد على علاقات النادي الاهلي الابديه مع المؤسسات الامنيه تحديدا بعد بيان النادي الاهلي، وبالتحديد فيما يتعلق بموضوع الجمهور. راي حضرتك في هذا الموضوع ايه يا فندم؟ بص يا كابتن اسلام، هو للاسف برضو الناس لازم تفهم يعني ايه النادي الاهلي. نعم. لازم تفهم ان النادي الاهلي مؤسسه قايمه على الوطنيه. النادي الاهلي من 1907 كان ليه دور وطني قوي مع بلده، بيرفع اسم بلده، بيرفع علم بلده، بيرفع ده كان قدام الانجليز وقدام وقدام. فالنادي الاهلي مؤسسه وطنيه بتتوارثها الاجيال من مجلس اداره لمجلس اداره لمجلس اداره. على مدار ال 112 سنه النادي الاهلي في خطى واضحه داعم لبلده بكل ملفاتها بكل مؤسساتها بكل تفاصيلها. فاي حد يحاول النهارده انه بيحاول يعمل نوع من انواع المزايده او نوع من انواع انه يصدر مشكله لمجلس اداره النادي الاهلي او للنادي الاهلي مع الاجهزه الامنيه، ده الحقيقه فكر يعني عقيم جدا. لانه النادي الاهلي على علاقه قويه جدا بالاجهزه الامنيه، والنادي الاهلي يدعم كل فكر متطور لعوده الجماهير، والنادي الاهلي كان راصد وكان بيتحرك على الملفات مع وزير الرياضه الحقيقه الدكتور اشرف صبحي اللي برضه كان حابب عوده الجماهير، واللي برضه كانت بدعم الاجهزه الامنيه، يعني عوده الجماهير كانت بدعم الاجهزه الامنيه. ما كانتش يعني سوري مع احترامي دون موافقته، فالاجهزه الامنيه حابه ان الجماهير ترجع وحابه ان الجماهير تتحرك باعداد اكبر من كده، وقايمه على حاجات كتيره جدا بيعاد تطويرها على كل الملفات. فاي حد النهارده بيفكر ان هو يزايد على العلاقه اللي بين النادي الاهلي والاجهزه الامنيه مش هينجح وهيفشل. دي تنسيق كامل وعلى اعلى مستوى، ده نمره واحد. انما جزئيه ان حضرتك تتخيل ان النادي الاهلي معتبر ان جمهور النادي الاهلي مش سند، لا طبعا، جمهور النادي الاهلي على مدار 112 سنه هو الاكثر شعبيه. بالظبط. هو الاكثر جماهيريه. ده جزء كبير جدا من نسيج الشارع المصري ومن الشعب المصري. يعني اللي بيفكر يتكلم وهو بيتكلم كده بس لازم يبقى مستوعب ان جمهور الاهلي بعلاقته على مستوى جميع رجال المثقفين ورجال الدوله ورجال المؤسسه العسكريه ورجال كل القيادات، كلهم بينتموا الى ناديين او ثلاث انديه او اربع انديه من ضمنهم الاكبر شعبيه هو النادي الاهلي. فالنادي الاهلي مش محصور في عدد قليل. النادي الاهلي في كل قيادات الدوله. فمنين مع احترامي يبقى فيه سوري مع احترامي ان النادي الاهلي يصدر مشهد مش ايجابي؟ ده كلام الحقيقه للاسف كلام عقيم وكلام سطحي وكلام مرفوض وكلام يعني ايه اللي قاله الحقيقه مش مدركه او بيحاول يسيسه او بيحاول يتحرك في ملف يصدر فيه مشكله الى النادي الاهلي ومش هينجح. خصوصا يا فندم انا اسف ان انا بقطع حضرتك، ولكن خصوصا ان حضراتكم في القرار الثالث تحديدا اللي هو الاهلي لن نلعب بدون جمهورنا، قلتوا ايه؟ قلتوا الاهلي لن نلعب الا بحضور جماهيره وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق، ما قلتش ان انا هلعب من غير جمهور وخلاص وسكت. ما هو يا كابتن اسلام، هو ليه النادي الاهلي قال كده؟ خلينا بس ايه عشان حاجه زي دي مستوعبه بس وتبقى شايفه. لان حضرتك جيت النهارده لما هتنظم بطوله امم افريقيا، واحنا كلنا داعمين لبطوله امم افريقيا، داعمين لمنتخب مصر وداعمين ان احنا ناخد البطوله كمان ان شاء الله باذن الله رب العالمين، وانت بتنظم بطوله امم افريقيا قلت ان انت هتقفل عدد من الملاعب. النادي الاهلي ملاعبه كانت واضحه، استاد القاهره، استاد برج العرب، استاد الثلاثه، فيهم اثنين مبدئيا متاخدين مظبوط، وبالتالي انت هتوجد الملاعب البديله. لما توجد الملاعب البديله حضرتك لازم تخسرني، انت لم تخسرني حتى الان. وبالتالي الانديه المنافسه الاخرى بتلعب على بيتر سبورت وبتلعب على الدفاع الجوي. مظبوط؟ مظبوط. دول الاثنين اعتقد خارج الاطار الخاص ببطوله الامم الافريقيه. نعم. تمام؟ وبالتالي المضرور مين؟ النادي الاهلي. فالنادي الاهلي كان واضح وقاطع، بيقول لك ارصد الملاعب وبلغني بيها، واذا كانت الملاعب دي مفيش موافقات امنيه نسق
علشان تبقى الفير بلاي العداله بين الانديه المنافسه، ان ما ينفعش ان انا منع من جمهوري ونادي منافس يحضر له جماهير. مظبوط. ايه اللي النادي، ايه اللي النادي الاهلي بقى طلبه غلط؟ ما احنا مستغربين جدا، احنا مستغربين جدا. انت بتحاول تسيس مواضيع، ما هو ده للاسف، ما هو لازم بس يبقى فيه انتماءات داخليه وطنيه تجاه البلد طبعا، ان وانت بتتحرك لصالح البلد، نعم، لصالح المصلحه العليا اللي النادي الاهلي بيتحرك عليها وغيره من المؤسسات بتتحرك عليها. ما يبقاش سوري مع احترامي بتصدر مشكله بدون معانا. مظبوط. النادي الاهلي على توافق وعلى تواصل مع كافه الاجهزه الامنيه. خصوصا يا فندم ان الكلام واضح، يعني انا بجد بجد مش عارف اقول ايه، لان الكلام واضح جدا وصريح. يعني حضراتكم كمجلس اداره وانتم حتى بتختاروا الكلام، بالكلام واضح. كم طبعا في الكلام ده طبعا، يعني الكلام واضح جدا. يعني انا يمكن انا متخيل ان اللي ارى او اللي رد على هذا الكلام ما اراش غير العنوان فقط، لم يقرا تفصيل العنوان. يعني لا، هو مش مساله ما اراش، هو متعود تبلي انه لما يجي يتحرك يحاول يصدر الملفات بمشاكلها كده، مش بيتحرك على مساله ان هو يبقى مود. عارف يا كابتن اسلام، الناس لازم بس تبقى شايفه. هو انت النهارده لما تضغط الماتشات وتضغط الدنيا وتضغط الكلام ده، طب انا هقول لك على حاجه. اتفضل. قوام منتخب مصر هم معظمهم النادي الاهلي ونادي الزمالك وانديه مثلا زي الاسماعيلي، زي عدد من الانديه الاخرى، الولاد اللي هو اللعيبه المميز. مظبوط؟ مظبوط. ولكن القوام الاصلي من الناديين الكبار، تمام؟ لما انت هتضغط المباريات ولا قدر الله ممكن يبقى عدد منهم مصاب، هتلعب امم افريقيا ازاي؟ وانت بتنظم امم افريقيا ومش عايز تنافس؟ ما انت لازم بس تبقى شايف، انت بتنظم بطوله امم افريقيا وعايز تاخدها، انت لازم تاخد بالك كمان ان في عدد من اللعيبه المتالقه في الدوري المصري اجانب. لازم تبقى انت شايفها، فانت من مصلحتك انك تحافظ على لعيبتك المصريه اللي هترفع اسم وعلم مصر خلال بطوله امم افريقيا. فيا فندم تبقى شايف. يا فندم ما تعملش فتنه بين الناس، لان اللعيبه دي كلها في الاخر هتبقى في اوضه واحده وهترفع علم مصر وهتدي السنيل في مصر. يا فندم خليك شايف الجمهور اللي هيبقى موجود في المدرجات هو جمهور النادي الاهلي والجمهور الانديه الاخرى كلها اللي هيجوا يشجعوا مصر. في الاخر حضرتك خليك مدرك للمشهد، انما ما تطلعش تزايد على حاجات مع احترامي وتصدر مشاهد بدون معنى. بدون معنى. النادي الاهلي كان كلامه واضح وقال ان انا الاشتراطات اللي الاجهزه الامنيه وافقت عليها والاشتراطات اللي اتحاد لجنه الانديه وافقت عليها واللي قرر اللي وزير الشباب والرياضه وافق عليه واللي مجلس اداره الاتحاد الكره وافق عليه تنطبق عليه زي كده. مظبوط. النادي الاهلي ما طلبش اي حاجه. يعني كلام، والحقيقه كلام واضح جدا، ويعني مش عارف. لكن طيب خلينا نروح لموضوع اخر، وهو ما هو موقف النادي الاهلي من تاجيل مباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري، وهل تلقى النادي الاهلي اي خطابات بخصوص هذا التاجيل؟ خطابات رسميه، انا اسف يعني. لا لا لا، النادي الاهلي لم يستلم اي مخاطبات رسميه خاصه بتاجيل المباراه، انما النادي الاهلي سمع نتيجه مداخلات تعليقات لبعض اعضاء مجلس الاداره او عضو من اعضاء مجلس الاداره عشان تبقى الامور اكثر دقه، انه قال ان المباراه هتتاجل، تمام؟ انما النادي الاهلي لم يتلقى اي مخاطبات رسميه تجاه ذلك، وعلشان كده النادي الاهلي النهارده خاطب اتحاد الكوره بوضوح ان المباراه دي اذا هتتاجل عايزين نعرف ايه اسباب تاجيلها، لان المباراه دي انا اللي منظم ليها. طب يا فندم، من حق النادي الاهلي ان هو يطلب او يعرف ايه هي الاسباب ولا لا؟ طبعا، من حقه قانونا يعني في اللائحه. يعني ليه بقى؟ علشان تبقى الامور واضحه كمان. نعم. ليه؟ علشان لما حضرتك تيجي تاجل مباريات بعد كده يبقى اللي بيطبق عليه بيطبق على غيري. يعني ما هو بالمثل، ما هو انت المفروض حضرتك الجهه المنظمه الى العداله في المنافسه الرياضيه، والمفروض الطبيعي الفير بلاي بتاعك او المفروض ان اللعب بتاعك بيبقى واضح، انه اللي بينطبق هنا بينطبق هنا بينطبق هنا. يعني زي ما يخش مثلا سوري في الحكام ويخش في ده، هو انا اللي بجيب الحكام؟ ما انت اللي بتجيب. هو انا اللي بختار؟ ما انت اللي بتختار. هو انا اللي بعمل؟ ما انت اللي بتعمل. هو انا اللي حطيت الجدول ولا انت اللي حطيت الجدول؟ انت اللي حطيت الجدول، مش انا. انا ما طلبتش منك حاجه. انا ما طلبتش منك حاجه، انا التزمت زي ما بيقولوا ايه، المسؤوليات تجاه بلدي وتجاه مسؤولياتي. حضرتك ضغطت لي 8 ماتشات في شهر ولعبتني كل 72 ساعه، قعدت مع الاجهزه الفنيه كنادي اهلي، قعدت مع اجهزتي الفنيه، قعدنا مع اللاعبين، حملناهم المسؤوليه، تحملنا معاهم المسؤوليه، عندنا ثقه في اجهزتنا، عندنا ثقه في لاعبتنا انهم هيقدروا ان شاء الله يعدوا المرحله الصعبه دي، عندنا ثقه في جماهيرنا اللي هتقف معانا واللي هتتحرك معانا، هو ده اللي احنا اتحركنا عليه. وتحملنا فيه المسؤوليات. احنا ما صدرناش اي مشهد خالص
اتحاد الكوره او صدرنا اي مشهد خالص لاي انديه يقول انه 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 انه, إنه في مشكله. انما لما لقينا في تحركات لا يبقى محتاجه وقفه بقى، محتاج النادي الاهلي يبقى واضح والكلمات واضحه ومحدده على الملفات. تمام. الاهلي هيلعب بجمهوره بمشيئه الله، النادي الاهلي هيلعب بجمهوره وفقا للشروط الامنيه طبعا. طبعا معلش طبعاً. خلينا نكون واضحين يعني معلش. لا 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 طبعا 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 ما فيهاش كلام، الموضوع يعني واضح، ما هو مكتوب في بيان رسمي. ايوه انا باكده عشان هو موجود في بيان رسمي. نعم تمام. والنادي الاهلي على علاقه قويه، عشان اي حد بيحاول ان هو يعني يلعب في الماء العكر زي ما بيقولوا، هذا الكلام لن تنجح فيه ولا وستفشل فيه. النادي الاهلي علاقته قويه جدا بجماهيره، وعلاقته قويه جدا باجهزه الدوله وبالاجهزه الامنيه. طيب يبقى الامور بس واضحه، ويعلم مسؤولياته طبعا كامله، ويعلم مسؤولياته كامله، وبيوضح لجماهيره يا جماهير النادي الاهلي لو سمحتوا خلال الفتره الجايه خدوا بالكم، لازم تبقوا داعمين للنادي الاهلي، ما تخرجوش عن الاطار، لازم اي حد يحاول يخرج عن الاطار يتحاسب. احنا رافضين اي تجاوزات تجاه اي مؤسسه، تجاه اي حد، تجاه اي شخص، هذا كلام لا يليق بالنادي الاهلي. احنا مش طالبين يبقى في اي نوع من انواع التجاوز نهائي، واللي هيتجاوز هيتحاسب. بس لازم نستوعب ان بقيه الجماهير العريضه الكبيره اللي هي بتمثل النسبه الاكبر من الشارع المصري، بنقول لهم انتوا في ظهرنا وانتوا في ظهر النادي الاهلي، واحنا عاملين لكم كويس قوي، وعارفين على مدار 112 سنه قوه النادي الاهلي من جماهيره وبطولاته من جماهيره وبطولاته من لعيبته، والروح اللي بيتمسك بيها النادي الاهلي وبيلعب بيها بتبقى نابعه من جماهيره، وهو ده جماهيره شعبيه النادي الاهلي. وبعدين يا فندم انا بس برضو مهم جدا الناس تعرف، هو في نادي في العالم، بلاش في مصر، في العالم كله لا يطلب تواجد جماهيره؟ انا يعني انا اول مره اسمعها دي، يعني ان من الممكن اي نادي في العالم اهم حاجه بالنسبه له ان يكون جماهيره موجوده، خصوصا بقى ان النادي الاهلي يعني. ده كله هو على فكره، انت ما طلبتش ان جماهيرك بس تبقى موجوده. نعم. ده انت يمكن انا خليني بس ايه اوضح لك حاجه، ويبقى برضو اتفضل يا فندم اتفضل. من الحاجات اللي احنا بنقولها، الكابتن محمود الخطيب التقى الاسبوع اللي فات مع الوزير الدكتور اشرف صبحي. نعم. الحقيقه الراجل متعاون على مستوى كل الملفات حقيقه، وعرض عليه انه الفتره الجايه الجماهير، عرض اقتراحات بزياده عدد الجماهير الى 10,000. على اساس ان الجماهير خلال الفتره الجايه تبتدي تتاقلم على الزياده، ونبدا ان احنا ننسق مع الاجهزه الامنيه لزياده الاعداد عشان نبتدي نتجهز لامم افريقيا. مظبوط. عشان نقدر ندعم منتخب مصر خلال الفتره الجايه، ويبقى الشكل جميل والشكل مبدع. يعني انت بتتحرك على ده على مستوى كل الانديه. انت بتتحرك في كل الاتجاهات. طيب. تمام. يعني نبقى بس مستوعبين الملف ومدركين الملفات عامله ازاي. تمام. برضه سؤال اخر في اطار مباراه بيراميدز، هل من الممكن ان يوافق النادي الاهلي على ان تكون المباراه يوم 28 فبراير مباراه كاس بدلا من الدوري؟ لا ما هو اصله انت في جدول متبعتهولي. نعم. والجدول ده انا اتحركت عليه، وفي بناء عليه تجهيزات، وفي تجهيزات للاعبين وبرامج بتتحط. نعم. كل مباراه وليها طبيعتها الخاصه. سواء مباريات الكؤوس أو مباراة الدوري. تاني حاجة، أنت لما بعت لي الجدول بعته لي لحد 30 مارس. أنت بعت لي جدول لحد 30 مارس. هلعب إيه؟ هلعب إيه لحد 30 مارس؟ فأنت يعني بقدرة قادر كده رحت مبدل ده وشايل ده وحطيت ده وعملت ده؟ يعني طب يعني مع احترامي يعني بناءً على موافقة مين؟ يعني بناءً على موافقة مين يعني؟ مش المفروض الطبيعي ده إن ده شيء من التنسيق الكامل، ويبقى الأمور فيها عدالة على كل الأندية؟ بس تمام. الامور على فكره مش تجاه نادي بعينه، عشان بس تبقى الامور اكثر وضوحا برضه، لان في ناس بتاخد الحقيقه. لا ده حقك، حق النادي الاهلي يعني يا فندم. الناس بتاخد الكلام ودوت لا لا خالص خالص خالص. النادي الاهلي بيدافع على او بيتكلم على حقوقه طبقا لعداله واضحه لا اكثر ولا اقل. تمام. النهارده كان هناك شكوى قدمها النادي الاهلي للاتحاد الافريقي في واللجنه الاولمبيه لاتحاد كره القدم، ماذا عن هذه الشكوى؟ والله هو النادي الاهلي واضح، النادي الاهلي اتفاجئ ان بتقول ان بيتقال ان الاجتماع ودي، وهو طبعا ده كلام غريب. النادي الاهلي تلقى مخاطبات رسميه باجتماعات رسميه، فبدا يستفسر طب ابعت لنا جدول الاعمال، فخاطبوا النادي الاهلي تاني بجدول الاعمال،
فغريب جدا ان النهارده ان انت تقول ان الاجتماع ده ما كانش اجتماع رسمي وكان اجتماع ودي. الكلام برضه يعني في نوع من انواع الاستخفاف يعني، وده كلام الحقيقه مش صح ومش مظبوط. نعم، احنا عرضنا الحقيقه اربع خطابات امبارح، يعني اربع خطابات ومراسلات ما بين النادي الاهلي، المدير التنفيذي للنادي الاهلي والمدير التنفيذي لاتحاد كره القدم، تدل وفيها جدول اعمال وفيها كذا وفيها كذا. اديك مثال، اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. لما يبقى في مقدم برامج يقول لك ايه، احنا بكره عندنا مجلس اداره، وفي في البرنامج يقول لك ايه، وعلى فكره الملف هيروح للجنه الانديه. انا مش فاهم يعني، هو القرارات ده قبل ما يتعمل مجلس اداره كمان؟ يعني بيعلن الكلام ده قبل ما، يعني اللي انا اقصده ما الامور لا تدور بهذا الشكل صراحه. يعني يا جماعه الامور خدوا بالكم، انتوا بتلعبوا في ملف الرياضه المصريه. ملف بيتحكم في المزاج المصري. مظبوط. بيتحكم في السلوكيات المصريه. بيتحكم في الانطباعات المصريه لدى الشارع المصري. يعني لو بتكلم على 100 مليون وحبيت ان انا اشوف كام مليون بيشجعوا كوره او بيتعاملوا كوره، هلاقي ممكن من 85 ل 90 مليون. مظبوط. فانت بتتكلم في التعداد الاكبر. خاطب الناس بترتيب، وخاطب الناس بتنظيم، وخاطب الناس بعداله، وخاطب الناس بان انت المؤسسه المسؤوله عن تطبيق اللوائح والقرارات على الجميع. طب معلش يا فندم، برضو حاجه مهمه جدا، عايز اعرف ايه المبرر لكل ده، او لماذا يحدث كل هذا يعني؟ الحقيقه مش يعني كلنا من الصبح عمالين نسال في هذا الموضوع. واضح الحقيقه، احنا بالنسبه لنا مش واضح ده. يعني ليه ده كله بيتعمل وليه الموضوع ده كله اتعمل؟ احنا بالنسبه لنا مش واضح. يعني احنا بالنسبه لنا كنا الفتره اللي فاتت دي ملتزمين الصمت نهائي. مظبوط. واحنا خد بالك ما بنتكلمش كتير، يمكن انا برضو عامل المداخله عشان بس لقينا في حد بيزايد على حاجات معينه ما تنفعش، بقى معاها هيحصل وقف. نعم. يعني معاها هيحصل وقف. لما تحاول تلعب في ملف فيه خطورة وملف يعتبر أمن قومي، لا في وقفة. نعم. في وقفة ونقول لك خد بالك أنت كده بتلعب بحاجة غلط، وده مش مظبوط، وده كلام مش صح. تمام؟ إنما إحنا كنادي لا، إحنا رضينا على فكرة بالمستندات اللي جات لنا. يعني أنت لما تبص على مخاطبات النادي الأهلي كلام واضح. يا جماعة لو سمحتم أفيدونا، الماتش ده تأجل ولا ما تأجلش؟ والنادي الاهلي حتى لو اتاجل ليس لديه مانع في التاجيل لو الطرف الاخر هو عايز كده. يعني احنا برضو ما يعني برضو رحبنا، مش معقدين الامور يعني. ما عقدتلكش الامور. نعم. الملف يعني متاح زي ما بيقولوا، يعني واخد بالك، انما ما تدرش الموضوع من وجهات نظر بقى. يبقى الموضوع يعني كله متحرك باليات واحده. تمام. اللي بيطبق عليا بيطبق على غيري. يعني في وسط كل الاحداث دي الحقيقه النهارده برضو فوز فريق كره السله للنادي الاهلي وصعوده للبطوله الافريقيه، اعتقد ان ده شيء مميز في سجل النادي الاهلي كالعاده يعني، وفي الدقائق الاخيره وبلس 90، ويعني دايما بنبارك لحضرتك على هذا الصعود، ونتمنى دايما التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. الله يخليك يا عم، مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه، ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، ومبروك لكل الحقيقه للجهاز الفني واللاعبين. عارف مباراه الباسكت تملي مباريات كده بتروح وتيجي تفضل رايح لغايه اخر ثانيه. مظبوط بالظبط كده. والحقيقه الفرق المنافسه الفرق محترمه جدا قويه جدا. والمستوى الحقيقه كان قوي جدا، انما الحمد لله لعيبه النادي الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه لاسعاد جماهيرهم. الحمد لله رب العالمين. تمنياتنا اليوم بالخير يا رب، وتمنياتنا بيهم للافضل، وان شاء الله كده النادي الاهلي رفع علم مصر وبيلعب باسم مصر، ودايما كل ابطال النادي الاهلي يحملون علم مصر دائما الى الاعلى، وهو ده دور النادي الاهلي تجاه بلده، وهو دور النادي الاهلي تجاه مؤسسات بلده، وده دور النادي الاهلي في تكريم قيادات القوات المسلحه، ودور النادي الاهلي في تكريم قيادات الشرطه، ودور النادي الاهلي في كل الملفات الاجتماعيه بيشارك فيها النادي الاهلي النهارده على صدد الاعلان خلال الفتره الجايه عن مؤسسه الاهلي الخيريه اللي بتدعم ملفات كثيره جدا برئاسه رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي بيقوم بملفات تانية عظيمه كبيره، الناس تستوعب ان النادي الاهلي دوره مجتمعي، دوره قومي، دوره مؤسسه وطنيه بحته. ارجو ان الناس تتفهم الملف بتاع النادي الاهلي كويس قوي. سياده الوزير برضو عايز اخر حاجه، عايز حضرتك تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي. اقول لهم كوره ناديكم، خليكم عندكم ثقه زي ما عودتونا دايما في اسم النادي الاهلي. التزموا التقدير والاحترام والتشجيع الملتزم.
اوعوا حد يخش ويخرج عن النص، ده كلام مرفوض. اي حد يخش في وسطكم يحاول انه يسيء لاي احد مرفوض، هذا كلام مرفوض. خليوا عندكم ثقه في مجلس ادارتكم، دايما خليكم ورا النادي الاهلي زي ما انتم عودتونا، هم السند الحقيقي للنادي الاهلي اللي دايما بشعبيته الجارفه اللي بالملايين الحقيقه بيقف حاله الفرحه او حاله الحب اللي موجوده او حاله التقدير والاحترام اللي موجوده بشكل عام. دي اعتقد بتنعكس كمان على الملف الاقتصادي المصري وعلى الملف الاجتماعي المصري، لانها زي ما انا قلت لك بتؤثر على المزاج العام. مظبوط مظبوط. وبالتالي خليكم دايما سند للنادي الاهلي زي ما عودتكم، وان شاء الله احنا كمان هنجتهد ان احنا نرفع اسم النادي الاهلي زي ما احنا معودينكم، وزي ما احنا الحقيقه تورثناها اجيال ورا اجيال، كلها بتشتغل لمصلحه النادي الاهلي، وكلها بترفع اسم النادي الاهلي، كلها بتشتغل على قلب رجل واحد، وكلها بتشتغل من خلال مائده مجلس اداره، ومن خلال قوه قرارات بتصدر عن مجلس اداره. كلنا دايما بنجتهد لرفع اسم النادي الاهلي، لان في النهايه النادي الاهلي هو المصب الرئيسي لمنتخب مصر اللي بيرفع علم مصر. مظبوط. وهذه هي الرساله الحقيقيه للنادي الاهلي. في كل ليست الرساله الحقيقيه للبطولات المحليه. النادي الاهلي ياما خد دوري. وياما خد كاس. ياما 40 بس يا فندم والله 40 بس. ما اقصدش، ما هو النسبه الاكبر الحمد لله. انما اللي انا اقصده ان الهدف الرئيسي ليه هو منتخب مصر. الهدف الرئيسي ليه هو الالعاب الرياضيه اللي بيرفع فيها ابطال النادي الاهلي علم مصر. هو ده الهدف الرئيسي. مصر ده هدفنا، كلنا بنشتغل عشان مصر. طبعا طبعا. فلازم نبقى شايفين ده خلال الفتره الجايه، وربنا يوفق يا رب العالمين يا رب العالمين، وكل واحد يتحمل مسؤولياته بهدوء ويتحمل مسؤولياته. والحقيقه يمكن في فتره مهمه جدا سياده الرئيس رئيس الاتحاد الافريقي، ومحتاجين كل الدعم، ومحتاجين الناس تتلم، محتاجين الناس تشتغل، محتاجين الناس تتحرك، محتاجين بطوله امم افريقيا تنجح، محتاجين كلنا نشتغل على قلب رجل واحد، محتاجين حاجات كتيره قوي الفتره الجايه عشان الامور تبقى افضل، محتاجين الجمهور يتلم في كل الاتجاهات، يبقى هدفه هو واحد هو علم مصر. الناس تستمعك. اتمنى يا رب التوفيق. تمام. بشكرك يا كابتن اسلام، ويا رب العالمين موفق دايما، ونورت قناه النادي الاهلي زي ما عودتنا دايما. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ليا. استمر. الله يخليك. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ليا. بشكرك. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخله، وعلى اختصاصنا بهذه المداخلة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. الحقيقة متحدثا عن كل ردود الأفعال اللي حصلت خلال من امبارح للنهاردة، الحقيقة كلام مهم جدا جدا قاله العمري فاروق نائب